الشيخ عبد العزيز بن عازم بن عسيف والأخوي سعود والعم سعادة بن أحمد. فرصة طيبة والله، وإنما رجاء فعلا سعادة بن أحمد بن ضيف الله والعم محمد بن سعيد بن ناصر بالمهرجان. ممتاز ممتاز، المفروض انه يعني تعطون بصمة برضو على المهرجان. والله جاي من الرياض مخصوص، منتجات زراعية ما كان الانسان فعلا يسوقها التسويق الصحيح ولا يعرضها العرض الصحيح لانه مفرد، لكن الان مع اجتماع المهرجان ومع جهود الناس واظهر المنتجات اللي عندهم اللي فعلا يفخر بها المواطن، يعني خاصة في الماوين هذه يعني نقطة. كانت منتجات البلد من هنا من قبل تقريبا 100 سنة، هذا اللي نعرفه عن منطقتنا. أيض الله وجهك، الاستطلاع هذا بيض الله وجهكم، أشكركم. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي اللي فعلا وجه بهذا المبادرة الجيدة، لا في ريحان مهرجان البر ولا في لثب السمن والسمين ولا في الماوين مهرجان العنب والفواكه، هذه بادرة يعني رائدة. والشكر كل الشكر أيضا للبلدية، للمنظمين، للمزارعين اللي أظهروا المنتجات، وهذا تعب فترة ماضية. أشكر الجميع تواجدهم في هذا المكان وبيض الله وجهكم أنتم كإعلاميين، شكرا لكم. وإن شاء الله لقاءات في صيفيات متعددة بإذن الله. نشكر الله سبحانه، نشكر مدير عام الزراعه الذي يشجع الموقف، هذا موقف مشرف، وبيض الله وجيهكم وكثر الله خيركم، وهذا هبت المزارع يمشي على قدام، ما عاد يمشي على ورا، يمشي على قدام، بيض الله وجيهكم وكثر الله خير. واحنا الان نطلبكم طلب ان نسوي لكم وجبه تجلسوا معنا ونتعرف على بعضنا، فالامر ميسور وربعنا وافين وانتم وافين وتستاهلوا، وهذا طلب من الله سبحانه ثم الملك. في الماوي او في اي محافظه او محافظات متكتعه سيدي. شكرا لك. السلام عليكم. تفضل يلا حيهم يا مرحبا. معنا ومشينا اليوم شيء كثير والله، الحمد لله افضل افضل ابو مهند وصايد يا هلا وسهلا. يلا حيك.
طبعا هذا اذا تم قصده يخرب هذا انواع برضه. لو وصلنا الله يمكن الجهات عندنا من الخضار. الله يحييهم. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيكم. الله يسلمك. شكرا لكم. الله يحييك. مرحبا. هلا والله هلا. شرفتونا بزيارتكم. شكرا شكرا جزيلا. نطيتكم من المهرجان. انت جارتنا محلية. اي نعم هذه منتجات المزرعة. وين حالك؟ حالك. عبد الله مسبب الساقية. ايوه. محمد كيف الحال؟ طيبين. وين موقعكم؟ هذا هو. عساك طيب. كيف الاحوال؟ السلام. كيف الحال؟ هلا. هذا مدير ثانوية أول مدرس سابق 40 سنة تدريس. نعم. كله طلبة تخرج من عند المواويين كله غالبية المدرسين ما شاء الله. على رئيس رياسة الضباط كله أول دفعة من المتوسط هذا شباب هذا تخرج من عند الشيخ عبد الله. كم سنة يا أبو كم سنة الحين تخرجت عام كم؟ والسلام 95 395 هذا يعتبر أستاذ ويعتبر أبو ويعتبر أخ في نفس الوقت ما شاء الله. الله يطول عمركم إن شاء الله. بارك الله فيكم. مع الصحة والسلامة. ابن سعدان هذا تخرجنا من عند أستاذنا هذا عام 1396 هجري. هجري نعم. زمان مرة. زمان مرة. واشتغلت في الدولة 40 سنة. ثم أنت قعدت عام 36. الآن لي تقريبا 6 سنوات. 4 سنوات وشوي. نحمد الله ونشكره. نحمد الله نحمد الله. أقدم المزارعين هذا الأستاذ عبد الله سعيد عوض. وهذه مزارع اللي موجود من أفضل تبع على الشباب. أفضل أنواع الفركس هذا برضه هذا يقلنا شو اسمه أبو سعيد هذا؟ هذا صعدي. اسمه الصعدي ما هو موجود في السوق. هناك عرشي وفدري وهذا الصعدي. هذا العنب الأبيض هذا هذا شنو هذا أبو سعيد؟ هذا رازقي. هذا الرازقي الأبيض. رازقي الأبيض وفي رازقي أسود. عرفت اللي عنده شبلوت هنا؟ من أفضل مزارع عندنا وأكبرها اللي موجود. هذا والله إني حجبت حملتي. كم بعتوه أبو سعيد هذا وهذا كم؟ والله بعنا من هذا من 50 هذا 50 وبعنا 60 على 100 لكن الآن ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. جودة محلية. جودة محلية من المواويل. إيه. مزارع هذه إنتاج العنب من مئات السنين والفركس هذا اللي موجود مئات السنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويلكم ويلكم. ثلاث انواع ابيض واسود. ابيض واسود اسطنبولي. اسطنبولي نعم. هذا اسود. مرحبا مرحبا. هيك الله يحييك. تفضل. مغسوله نظيفه ما شاء الله. مرحبا هيك الله يحييك. السلام عليكم. الله يحييك. السلام عليكم. هذه محلية كلها. نعم. الماوي.
أنا صار من ساعة ونص صار ونص شيخ محمد سعيد بن حاسب يا مرحبا والله حييك في مهرجان العنب والفواكه وانت والله رفيق الغالي هذا الموين هذا الموين طال عمرك ما هو غريب عليه تجارة ومزاول من زمان كان جميع المناطق والقرى كلها سوقها الموين كان السوق المركزي يعلم الله كان السوق المركزي وكان مدافن الحب فيه والخير فيه وكل شيء ولا زال الخير موجود لكن انهم كسروا راحوا تجار في المناطق وحيوا هذا الحين ثاني مره ما شاء الله الله يجمل الحال ولو غريب بارك عليك وتسلم وبيض الله ولو غريب عن اهل الكرم جمل الحال لكن في فرصه انت عشت سوا الا نفداك الله يعطيك العافيه السلام عليكم مدينة الماوي سعيد بن حي الصفان آل صفان آل صفان يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله كيف حالكم طيبين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هلا مرحبا كيف الحال كيف الحال طيبين بخير الله يسلمك الحمد لله بخير ما شاء الله الفعاليات هذه السنة كانت مختلفة في كل المنطقة ويمكن حتى نقدر نقول في أكثر مناطق المملكة بحكم الأجواء الأجواء الباردة والأمطار دائما خصوصا في فصل الصيف يعني يعتبر هذا الموسم اللي احنا فيه الآن معظم دول العالم تمر بدرجة حرارة عالية المناطق الجنوبية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 17 وإلى 16 درجة يعني هذه تعتبر فرصة لكل أهالي المملكة بشكل عام يعني الزوار من خارج المنطقة وبرضه الأهالي المنطقة أنفسهم بالتواجد في منطقة عسير إضافة إلى الفعاليات اللي كانت يعني تقام في المنطقة ما شاء الله الفعاليات كانت مختلفة ومتنوعة وكانت ملبية للكثير من شرائح المجتمع فكانت فعلا كلها تجمعت يعني هذه السنة كلها تجمعت في وقت واحد سعدنا والله بتواجدكم معنا اليوم شكرا 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 العفو العفو اسمك الكريم محمد الأحمر انت بخير انت طيب ان شاء الله علينا وعليك
كل عام بخير. وانت بخير الله يبارك فيك. سلمك الله. كيف مهرجان؟ الرحله ما يحتاج. يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. اياك ان شاء الله. أعطيك العافية. الله يعطيك العافية. صحة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. الله حييك. السوق طيب ومهرجان ناجح بإذن الله. آمين آمين. كل زين. نعم. والجايات أحسن من كذا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله نشوف لوت. نعم. هذه مزارع بالماوين. الماوين. اهلا وسهلا. منتجات مصر. منتجات محلية. منتجات محلية. منتجات محلية ما عندنا مستورد. حتى من. صحيح. من انواع. من الماوين. انواع كثيرة من عنب موجودة برا يشرح لك عنها كذا. حياك الله ويا مرحبا اهلا وسهلا. هذه منتجات الماوين. هذا العنب الفرنسي. الماوين فيها يمكن 8 أشكال أو 9 أنواع عنب. في العنب الفرنسي، العنب الإيطالي، العنب البناتي، العنب الملوكي، العنب الملاحي. هذه العنب الرازقي الأبيض، هذه كلها أبيض. بعدين فيها العنب والعنب الأطراف. وفيها عنب رازقي أسود، وفيها عنب شامل. شامل. سمعت الله أزرق. نيلي كذا، سمعت الله. نعم. وكلها موجودة، بالنسبة لمزرعتي أنا عندي 7 أنواع عنب. نعم. وعندنا اللي تشوف عندنا الكمثرى، كمثرى أمريكي. سمعت في الكمثرى الثاني الصغير الصغير. سمعت عندنا الخوخ. هذا فدري يسمى فدري. فدري. الخوخ. الخوخ نوعين. خليك واحد. هذه كم؟ هذه كم انواع؟ نعم. كيف يجي سوا؟ هذا فدري يعني يمشي على طول. اشتغل تبغى يشتغل. هذا الرمان الطائفي. هذا الرمان الطائفي. هذا العنب. احنا مسويين عبوتين، عبوه كبيره وعبوه صغيره. وعندنا العبوات هذه عبوه كبيره كم؟ هذا كبير نبيع ب70 ريال. طبيعي. أول بعنا ب80 هو قيمته 100 ريال لكن إحنا نبيع ب70 علشان المهرجان الموت. نعم نعم. وهذا ممكن يشحن لأي منطقة من مناطق المملكة وإحنا نتعامل بالجوال. نعم. سمعت الله يحول ونرسل له 10 كراتين 20 هدية. نجيبه ما شاء الله. إيه. هذا جوال هذا كله. جوال موجود. إيه مزارع الشفلوت. شفلوت. ترى في موقع في فيلم عليها على ال فيلم وثائقي عن المزرعة كم؟ سنت. هذا العنب الملوكي الأسود هذا. الرازقي. من أفضل المزارع اللي موجود. بارك الله فيكم ان شاء الله. شكرا.